مرحبا بالساعة، مرحبا بالمليون. طبعا قررت ابدا مملكة جديدة، خلاص يا استاذ ما هيك كانوا يموتون وقامت المستعمرة تنتهي. لكن خذنا خبرة من المستعمرة اللي قبلها، انا ما براويكم النهاية اللي انتهت فيها المستعمرة هذه، قسم بالله انها تصيح. تعرفون شو تصيح؟ جدا تصيح. زين، خلينا نسوي لنا مكان طيب. بنمتدر الصوب الثاني، هالصوب بنحط الخدمات. انزين، خلينا نحط مال الاكسجين. اوكي، بنحط لنا سولار بانل لهالصوب، بنحط كل الخدمات لهالصوب، بنوصلهم في بعض، بنحط وراه مش هذا اكسجين جنريتر، بنحط وراه مبنى خارجي اللي هو تو ايرلوك سيستم. بتهبط السفن هني حاليا. اوكي، وبنسوي على طول اللي هو باور كولكتر الصغير، بعدين بنكبر. بس الحين نبغى الريسورس مالنا نوفر فيه قدر الامكان. والحين نبغى الووتر اكستراكتر، نبغى مرتبات شوي. عند الايرلوك سيستم يكون في ايرلوك سيدا يودي عليهم هني. هذا المزرعة اللي راح تكون هني راح تكون شيء خرافي. طبعا هالحين ما قاعد ينتج الحين، تو الحين من يوصلون السولار بيبدا ينتج شويه. نبدا بالاساسيات مره ثانيه في اللعبه، بس على نسخه معدله، لان النسخه اللي الحين احنا قاعد نشتغل عليها صراحه وضع تعبان جدا، ما لي حاجه اوصلهم في بعض، خساره موارد. الحين نبى لاندنج باد وماين. ماين من الشغلات اللي ابغى اشتغل عليها دايركت، ابغى اشتغل عليها على طول. ماين ما ابغى مكانه زين شكله، تصدقون مكان حلو الماين، ابغى اشتغل على الماين على طول على اساس انه على طول يكون عندي ريسورسز. اكسجين جنريتر بعد ما اشتغل، الحين بيشتغل من يبدا يبخ هذا ماي، بس بيحصل كهرباء. من يحصل كهرباء بيبخ ماي، هذا بيبدا يبخ اكسجين. ونفس الدر القديم اللي انتم عارفينه، نفس الشيء نفس بس هذا ليش ما اشتغل؟ في ووتر. اوكي، الممر ممتاز. بنسوي الاساسيات، سوينا سولار بانل، سوينا هذا بس. بس ابى بسرعه شويه احط الاماكن، عرفتوا؟ ما ابى، خلينا نحط الدور هني، بيكون شبه مكان مركزي وين بيرقدون. اوكي، عندي كم موارد باقي؟ 10 10 25. اوكي، هذا معناه لازم نحطه في الوسط اللي هو يسار كانتين، على طول كانتين. ساب الكانتين هات صح، هذا ما يتوصل في شيء، وسخ وسخ الله يخسر. زين، انا بخلي ممر يمين ويسار، كانتين بيكون في الوسط، معظم الشغلات راح تتوصل فيها بأبعد مسافة ممكنة عشان اقدر اوصل فيه السامون بكل بساطة. راح نحط الاساسيات لان احنا نعرف 100% بنحتاجها. وين البيودوم مالنا؟ بايودوم راح يكون في وحدات الانتاج هني. مشكلة انا اظني هذا بيخرب علي، هذا الدور مرة ما وصل في شيء ثاني. هاي مصيبة ترى، هاي مصيبة. يمكن اغير مكان، اسوي له ريلوكيت عقب اصلا، بس ابغى هذا حبة اكبر، ابغى انتاجي شوي زايد عن المرة الماضية. بتقولون شوي بايعنها، بس مش بايعنها، خلنا نبنيها بصراحة، خلنا نسرع اللعبة. بس اخر مرة ضربتنا مجاعة، حلو، ما بترد تضربني نفس المجاعة مرة ثانية وقاعد اتوهق مع العالم. حلو، خلنا نحط لهم 4 سراير بكفيهم، ما بكفيهم، ما محتاجين اكثرهم. انزين، الحين عندنا اكسجين وصل لكل مكان، بيحصلوا لهم مكان الحين، ما علي مشكلة اول ايام لين يحطون الكانتين. بس اللي يقهر ان هذا ما يتوصل فيها، مثلا تشوفوا يعني لازم، بس زين الكانتين في الوسط اتس اوكي، اهم شيء ما نحصل لنا قصف بدري. قصف البدري راح يعوزنا الصراحه في الموضوع ترى. لاحظوا معي مستوى الاكسجين يرد ينزل يرد يرتفع ترى،
وايد استهلاك كهرباء عالي من اول يوم. طبعا ما بغلط نفس الغلطة. اوكي انا مستعد احط بطارية ثانية من الحين ضخمة، ما اتكلم عن بطارية عادية، بس ما له داعي. بنوصل يا حبيبي. اوه كم يطيح حضننا. ليش الاجرام هذا؟ والسولار بانل اللي يكفي انه يعبي. بحط السولار بانل في مكان وما يسوي لنا ازعاج. شو كله على السريع، كله على السريع الحين قاعد نحط كل شيء دايركت حار بحار. نحط لهم ووتر فاونتن، نعرف الاساسيات نحن. ابى اكون سريع، ما بكون شوي متاخر في الموضوع كله يا جماعه. هذا ما ينحط هنا، فخلنا نسوي ريسايكل حق هذا ونحط اول شيء. لحظه ما ينحط هنا، خلنا نحطها في الزاويه. نحط الفود ميكر ونحط الزرع، خلهم يستانسون شويه. انزين هذا بايو دوم عندنا نفس ما لو نفس ما اتفقنا. شو بنسوي؟ خلنا نخف اللعبه شوي. ريسه بنحط لنا رايس باد ورايس باد وبوتيتو. زين وبنحط توميتو. كم واحد عندي انا؟ خلنا احسبهم. عندي واحد بس، فما بحط اكثر خلاص. عندي مش هذا، عندي اثنين، هذا اللي يكفون الحين. انا بحتاج انتج فيهم اكل بعد نفس الجماعة. زين هاي المشو زعلانين عطاشة، هاي عطاشة شي فونتن الحين اوصل بيشربون ماء مع امورهم طيبة. هذا شو اخبار انتاجه؟ زين ما ننتجنا ذاك على طول. ميل ميكر هاز بين بيلت، هذا هاز بين بيلت. ابى اركز على الانتاج هني شوي واحط لاندنج باد. انزين لاندنج باد هني على طول. ما باجي سدايج المنطقة، ابى شي قريب يعني. نشبكه هني سريعة ومن ينبني سيدا بحدد ابى كولونستس، بس ابى اللي هم وركرز وانجينيرز وبيولوجيستس. اسبب وايد بيولوجيست انا اصلا. زين هم الحين بيبدون يستانسون، بيبدون يشربون ماي. هذا عنده ماي، شو انتاج الماي عندي؟ 100 100 100 100. شوي يشربون ماي، شوي شوي راح يروح عنهم التعب، يروح على السوالف. انزين خليه هني يستانس، يطالع الزرع، يطالع التلفزيون، يشوف اموره. انزين اكسلنت 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 اكسلنت. الحين بنبدا ننتج على طول. هاي خلهم يدخلون في الميل ميكرز وخلهم شو يسوون اللي يسوونه. اوكي لاندنج بيرميشنز، اي دونت نيد ميديكس الحين، نو نيد فور جاردز انجينيرز بيولوجيست. انا بحط النسب اللي اشوفه افضل شيء انا ممكن احتاجه. اما بهاي نبغى انجينيرز 20% بيرجست 40 40. نفس الوركر وايد مهم بيرجست الحين حق البداية. خلينا نسوي له مكان تخزين من البداية، لان اخر مرة ما كان عندي مكان تخزين وكان الوضع مأساوي يعني. تخيل ان احنا الحين ما سوينا ريسايكل حق السفينة، ترى بعد عنا السفينة. هذا هني ببني ستور، ببني فيه هني شيء، بسوي لهم كونكشن على بعض، وببني الفاكتوريز وكل شيء حول الستور على اساس ان الستور يكون مركزي يدخل في الوسط دايركت. وهذا الستور مالي بيكون هني مركزي وحوله كل شيء ثاني ببني. حلو الحين بنسوي ريسايكل حق منو؟ شوف شو في ميلز، في هذا الميلز الباقيات، في ميت سبلاي، وفي الريسايكل نفسه اللي هو نفسه في حديد عطانا والسوالف وهاي الامور، وبيخدمنا خدمة جميلة يعني. فبس فمن البداية نبغى نوصل للثبات مثل ما تقولون الثبات الاقتصادي. وين صار هذا؟ عندنا رياح في الليل، يمكن استفيد من وين تربين واحد صغيرون صغيرون اهتنتون صغيرون. وين صار؟ ايوه ها شكله مكان زين بعيد عن الحشرة، ما بيسوي لنا أزمة عالمية. بس بعيد شوي هو انه يبنونه، بس ان المنطقة هي فاضية حق الشغلات الكبيرة عقب.
الحين بديت اردد، بديت اعرف شو التولز اللي قاعد تستوي في اللعبه. اول ايام بدينا اللعبه كان الوضع مأساوي وكئيب جدا الصراحه، يعني كان الوضع مخيف، وانتهت في كارثه ما بتذكرها. مات الشعب وذهبوا جميعا وتعنوا، وكان بهم إذ أنهم كانوا بها وتوهقوا أن الوهجة غير جميلة. زين، بما أن عندي استوى 2 هذا يعني هذا، الحين بخف الريس شوية. الحين شو أبا؟ الحين أبو أنتج صديقنا هذا البروسيسنج بلانت معادن، شوفوا يتوصل بالاثنين، بوصله بالاثنين حسب تكون، بعدين بوصله بالاثنين اذا عندي موارد زياده، بس الحين ما يتوصل اصلا. شوف بعد، شوفوا اذا حطيت الكونكشن خلاص مره وصل عقبه، بس عادي يعني، لانه انا بالنسبه لي مش ذايك الاهميه. لا كان والله بيوفر علي. كان بيوفر علي تعب، والله بيوفر علي تعب. صغيرون انت وانت صغيرون. زين الحين هذا ما يخصه في الموضوع صح؟ هذا اذا يانا بياخذ لفة لين هني. ليش ما اسوي له اير من هني حق الدخلة الخارجية؟ اير لوك، ارى ما يشبك اير لوك في هذا. نيو، لا لا استطيع هني بعد، ما له داعي خلاص. بس للحين البور اظني بيكون شغال مية مية، يعني لان هاي اللي يعبون البور حد انجينيري يصلح هذا يا جماعة الخير. لازم نبدأ نسوي سبير بارتس اوريدي من الحين. فشو بسوي؟ فبسوي لنا اللي هو فاكتوري ريكويست بروسنت بلانت. اوكي، خلي يحطوا لي هذا اشو اور. اوكي ها بعد خربان، ما عندي انجينير موفير كفاية، هاي مشكلة ثانية فيها. مرقاد في شباري، روح ارقدوا دام انتو تنتجون اكل انا بكون مستانس. ابي اشوف اذا ازيدهم حبة أكل. ويت، أزيدهم سوري، أزيدهم بصل. عن شو أنتج توميتو؟ منتج بصل حبة زيادة. أظني بيقدرون أنهم يسيطرون على الوضع، يعني الوضع بيكون بعده في سيطرة بالنسبة لهم. إن هذا شغال بعد. الحين عندي هذا أهمية إنه ينبني، إنه هذا انبنى بيوفر لي تعب وايد. بس انا هذا خدعني، هذا بشله بحول مكانه هني بعدين، او في هذا الاتجاه هني بخلي الدورمز هني على الزاوية المملكة يمشون. عرفتوا استركتشرز هاف بين بيلت. زين خلي يعبي اكسجين ويعطينا واحد متل. اوكي ما يضر نحط اثنين من مثل تبون صدق عادي، يعني لانه وركر اخر شيء بيشتغل على الماكينه، لانه بعدين كل شيء ياس يتم هني بيشيل مهني بيرده هني، يعني عمليه شبه مش مركزيه 100%، لكن ممكن نقول انه شبه مركزيه. شو اخبار الطاقه عندنا؟ نشفت بطاريه وخرده، وهل هاي من بدري يعبون فيه هو؟ الحين مشكله ما اضمن دائما يكون فيه هو، بتمر علي اوقات ما فيه هو. هانت ريسورسز، اوكي شو وصل لي؟ تريد، حلو تريد. انا شو ممكن استغني عنه حاليا مقابل الحين؟ صعب، بس ممكن لان الحين توني قاعد انتج وما بحتاج ذاك الزود. مدك ما بيمرضون بسرعة، فممكن اجيب لي شوية كوين حق بعدين. اوكي
تريو ريسورسز وشوية كوين حق بعدين بينفعنا، خزن حق بعدين بيسوي لنا شوي شغل. انزين خلنا نستكشف هذا ليش زعلان. اكل اكل مفروض عندكم، روح الكانتين تعال هنا قاعد على الكرسي. ايوه كلك وجبة واستانس، هتقعد تتفلسف لي انت الحين ومستانس من اولها. مداك انت تسوي شيء، لحقت تسوي شيء عشان تقول انا مش مستانس. ابا بعد ابني هذا بروسيسنج بلانت، اهم شيء يبني، لان لو خلص الماتيريال مالي راح اتوهق وهقة مش طبيعية. ان شاء الله يقدرون يحافظون عليه، بس هذا المهم. زين سيلف سفيشنسي ريتشت، يعني انا وصلت مكان اقدر احافظ فيه على الكولوني مالي. شكرا على الصورة التذكارية الجميلة. زين ممكن اطلع برا الصورة، شكرا. انزين عندنا مشاكل حاليا، بس هم قاعدين يحلون المشاكل. عندنا 2 على 5، واللي فهمت المفروض الواحد فيهم من 2 لـ3 يحل، يعني 2 على 5 المفروض يكون نسبة عادلة جدا، يعني المفروض انهم ما يتبهدلون. هذا ليش زعلان حبيب؟ انت 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 كيف لك حق تكون زعلان وانت كل شيء فل؟ ولا بس ودلع يعني ولا كيف؟ expansion reached you managed to get a new colonist to arrive to you. طلعني زين من وصلنا؟ من يانا؟ من يانا؟ يا جماعة وين اللي يانا؟ اللي دخل من الباب وين صار؟ شو الله ها وصل لي هذا. كان عندي 2 بيولوجيست، عندي انجينير واحد، وايد حلو. نحتاج البيولوجيست الحين احتياج قوي الصراحة. انا شو حاطين عندنا هنا اي شيء؟ هي حاط بيولوجيست وهذا يبالي 5% مدك. مدك بعد زين، لا مش الحين، مدك بدري عليه بس اتس اوكي. انزين الحين بدينا انتاج على طول، نحن نشوف المتل اشتغلت عليه على طول، ما بقعد تريالي. بس عندنا بيولوجيست نبى لو يطيح لنا تشانس بيولوجيست زيادة بيكون وايد حلو، وايد حلو بيكون. اشوف شوف البوت عجيب يخمس ويمشي تقول يمين يسار. كان عندي واحد خربان، هذا هو نفسه عدلوا اظني. انزين يجيب لنا السبيرز، يجيب لنا السامون مالنا، يجيب لنا امورنا، يعني ارتب دنيانا. شوفوا الحين انا قاعد اشوف الخضرة مالي كلها اوكي، بزيد حبة، بنجرب بزيد حبة، شوف كيف هل يقدرون يحافظون على المستوى اللي هم. انا شو عندي؟ بوتيتو رايس، رايس بات بوتيتو، رايس كله رايس بوتيتو، اللي بالنا ويت، طحين يسوونهم شيء، خبز شيء، عين ما تعرف. بس خليهم يحافظون على 6 بدل 5، لان انا محتاج الستوك الزيادة هذا شوي يكون زايد من البداية. بستقبل لي 6-7 كله صغير وبوقف استقبال. من وياني؟ ايوة بيولوجيست، بزيد العدد لي 8، شوفوا على طول لي 8 بسوي له اب سكيل. بزيد ميز باد، بزيد ويت، وبزيد بعد عيش. العيش زين، عيش مطلوب. انزين الحين ما عندنا لحم عشان انتاج اللحم، بس اظني منطقي لانهم كل 1 على 3 يتمس، لو وصل لي 1/4 بيكون ممتاز. نقدر نحافظ على البرودكشن مالنا وعلى الاكل على الميلز فوق. زين هذا ليش زعلان؟ ماي. انزين بنحطي مال الماي زيادة في الكانتين. زين بنستقبلنا كم واحد غير وبعدين باي باي لندن. حطينا واحد من ماي زيادة. اوكي يبالنا انتاج ماي زيادة بعد. ونسوي واحد شوي اكبر، نسويه هني، بنوصله.
ابى اسوي سولار يونت جديد، بس ابى اشوف كيف انتاج التريدنج شيب. اوكي، عندنا شغلات نسويها، اذا عنده شيء زين بنحاول ناخذ. اوت اوف ووتر مو مشكله، خلينا نعطيه اولويه حق هذا، ان شاء الله اموره طيبه. انزين، نحن شو عندنا ممكن ما نحتاجه؟ هذا شو جي ام اونيون دي ان اي فاليو 400 كليك تو تريد، ما نباه، هذا فاليو وايد عالي. يمكن اعطي شوي خضره مقابل شوي لحم، بغير مصدر الاكل مالهم تريد اساس ما يقولوا ملينا. زين، بيدومز اوت اوف ووتر الحين بيبنوا لكم ماي، ليش مستعجلين انتو؟ عجله من الندامه، ها مصيبة هاي ترى، ها مصدر اساسي حق الرزق. من بدايتها سويت مصايب، ما لحقت انا والله. ابني الجسر دخيلك، خليه يشتغل. زين، الحين على طول ابغى اسوي مصدر باور. انا اتصور كل بطارية يكفيها سولر من حجمها، فالحين من يستوي عندنا حديد زيادة شوي، فنتفاهم مع الوضع. بس الحديد مش بس هو، لا في حد شغال على الحديد؟ ابا بعد حد ينتج لي خضرة، بعد ابا حد ينتج لي خضرة، ما بخضر اكثر، ابا وايد اكل. هني يمكن احطي صيدلة اللي هم المدك مالي، بحطيه هني في الوسط عساس يوصلوا له بسرعة. سك بي في الوسط، لا سك بي في الوسط غلط احسه، هني سك بي وهني يوم بهدم هذا بحطيهم على زاوية هذا. بس خلنا نصغر شوي المساحة، مش وايد زين، على اساس شو ما نتوهق في المستقبل. طبعا الانتاج لازم يكون مشترك، يعني اي معدات طبية الحين بنتجها لا بيكون مشبوكة هني مش مشبوكة هناك. نوفر لنا مساحة نسوي شبكة عنكبوتية بنتاجون، بس ما بيكون منه فايدة، خلى مشبوك كله في الستور بالطريقة هاي، لان بشبك فيه حد ثاني عقب. مصانع بشبكهم كلهم بالطريقة هاي في هذا، ويمكن يجيب مصنع ثاني بالوسط اشبكه في هذا بدل ذاك، لين يوصل الاكسجين فيه. نحط لنا سرير للمرضى، بنحط خزانة نحط فيها المعدات الطبية، لين المختبر مالنا يجهز. هم قاعدين تجون للحين صراحة. ها ليش زعلان؟ لحظة، ها انت ليش زعلان؟ ليش زعلان بذمتك؟ بذمتك ما عندك اكل؟ اكل سير شل الكل يا اخي، يعني موجود الاكل على طول، بس يزعل. زعل، لا تزعل، محتاجينك انت مدك. قبل لا نسكر الحين استقبال الناس، محتاجين بيولوجيست واحد، محتاجين كم من انجينير، يعني اذا يجيني بيولوجيست الحين بحط 3 4 وركرز وبسكر الاستقبال، بسوي كل شيء ثاني صفر. هاي الخطة الحالية، على اساس ان احنا نعوض اللي فات، هذا لازم يتعوض خلاص. والاكسجين از دوينج فاين، بس اساس اضمن الباور مالي محتاج اني اسوي يونتس فارم هني صغير، هني بيكون فارم الكبير، هني بسوي حقب. زين، اساس نحن نكون ضامنين. شو بسوي؟ عندي اثنين صح، هاي بالة 2. اوكي زين، ويبالنا باتري صغير، باتري بكبره حبة. في حد وصل أشبكة؟ ما يبى، خلنا نوفر ماتيريالز. لحظة، من ويانا؟ أهم شيء من ويانا، مدك يانا؟ انجينير يانا، انجينير. شوف كم انجينير صار عندنا، صار عندي 2 انجينيرز، محتاجين مدك زيادة. بيولوجيست 4 عندنا صح؟ دام عندنا 4 بيولوجيست بنزيد انتاج الاغذية،
خل كل واحد يهتم في شو، في ثلاثة منها، بنسوي طحين وبنسوي مشروم شوية وبنسوي فجل. اوكي هذا بيكفينا انتاج الحين، بلاستيك ولا غير، لان اشوف انتاج البلاستيك عندي عالي، فما راح ازيد وايد في الموضوع. ولا هاي بداية جديدة، سبت الفشل الاولي، وان شاء الله ما نفشل هالمرة، قولوا امين، لان مانجمنت اللعبة متى ازيز ازاي ثوت. انزل روح اشرب ماي يا حبيبي، ترى في ماي. ها واحد اثنين، روح اشرب ماي. زعلان ليش؟ كيف استهلاك الكهرباء عندنا عالي 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 عالي. هذا لازم يبنونه قريب، لو ما بنوه قريب بنت العوز. انت ليش تريدر هاش؟ اوكي عندي وايد خضرانة، انتاج عندي وايد حلو، فشو بسوي؟ ابا ما ابا هالسوالف الحين، ما ابا ولا حتى مسدس، انا قاعد اجمع حق شو، قاعد يجمع، ناسين نجمع حق يوم يجينا نبا مثلا روبوت، نبا شيء، ابا ماينر. اذا يالي درل البوت سيدا باخذ درل البوت، لانه بيوفر علي واحد يشتغل، بيكون فنان يعني. يعني عندي وركر فري بيكون وايد زين، كأن الروبوت يوفر لي وركر زياده. الحين فوق ها بنحتاج ورك شوب الحين، ولا شو يسمونه، فاكتوري. ها الحين هذا مش فاكتوري، بروسيسنج بلانت. نحن نبا ورا هذا فاكتوري، بس الحين لانه انا ياس اطالع الباور، بطارية واحدة قامت تفضى، ابا اكون قدام اللي هو الاستهلاك. شوف الحين بطارية واحدة تقريبا فضت، بطارية ثانية قامت تشتغل، فلازم يكون عندي بطارية ثالثة شغالة قبل لا ابني اي قبل مع هذا يعني، نهاية ينبني، لان اذا زاد وياي 1000 ولا 1000 وشي، لا هذا خطر فعلي، هذا خطر مخيف، هذا وفيه هو بعد، اذا ما فيه هو مصيبه، مصيبه المصايب. اشوف هي 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 هي، نحن في وضع خطير، نحن في وضع وايد خطير، فخلنا وايد وضعنا حرج يعني بالنسبه للباور، وايد حرج الوضع، ولازم نبدا ننتج حقنا. زين عندنا سما، اهم شيء عندنا خضره بشكل مش كافي فوق الكافي، خلاص يعني ما بسمع كلمه انا جوعان، مع كلمه انا جوعان تعقدت منها انا حاليا، ما بسمعها. خلهم ياكلون لين يقولون بس، خلهم ياكلون لين يقولون امين، بس لين يشبعون، بس لا احد يقول لي انا جوعان، ولا احد يقول لي كذا، ولا احد يقول لي كذا، خلاص كلوا تشبعوا خلصوا اموركم، قولوا لي واعقب. الحين عندي المشكلة الأساسية إني أنتج هني، مش مشكلة أساسية، لأن أنا عندي هالإنتاج شغال وايد زين يعني. شوفوا حتى يجيب دايركت، شوفوا بيعقب في الستور إذا ما كان عندي شيء أبني، وإذا عندي إنتاج زايد شوي وأبوك أخوفني، أنا بروحي ما عندي باور يا صديقي، ولا قاعد يعبي لي باور. زين انزل لحظة خلنا نشوف شو ياب، اساس هذا وايد بيفرق ويانا الحين. وين ما نزل حبيب حبيب، شو ياب نبا بيلج استوحى زيادة، ما بقول لا الحا تريدر، انا شو قاعد اسوي تريدر، خلنا نخلص عندنا ستوك زايد، هذا عندنا ستوك زايد ستارش بعد. ثلاثين ثلاثين، خلنا ستوك زايد مالنا نفتك منه شوي، انا مفضل ستور مالنا يعني. انزين ابو هذا ينبني اوف، بينقصنا باور اكيد، بينقصنا اوه في هو، بينقذنا الهو شوي، بيخفف صرفية الكهرباء، ما بيوقفها بس بيخففها شوي، لأنها بعدهم ما نبنوا، مع ان عندنا مواد ان نبنيهم. زين انت ممكن تخبرني انت ليش زعلان؟ ما في سبب انهم زعلانين ترى، بس هم زعلانين لمجرد الزعل، يعني هم زعلانين بدون سبب، واللي هو عبارة عن قلة ادب ترى على فكرة يعني.
انا قاعد اتعب هنا على راحتكم، شو قاعد تسوون انتو؟ شو قاعد تهببون؟ نبغى بيولوجيست واحد ثاني؟ عقب شو بسوي؟ بوقف البيولوجيست. بعدين بجيب التريد، بحاول اجيب روبوتات. منو يعني؟ اوب ثلاثة يوني، لحظة، بيولوجيست وهذا وركر وانجينير. زين خلاص خلوا وقف البيولوجيست، ما نبغى بيولوجيست، ما نبغى ميدك، نبغى وركر 40% انجينير. بعدين بوقف الشغلة. زين بيولوجيست هاي الخمسة بيكفونا ان نحن ندير المكان، بس عندي مشكلة هاي اللي ما قاعد ينبنون بعاد وايد، شو السالفة؟ بس عندنا مشكلة في البور، عندنا مشكلة فعلية في البور، مع ان هذا الحين قاعد يحاول يغطي انتاج هاي، بس جتنا عاصفة في نفس الوقت اللي انا فيه. شوفوا الحين قام يبند البور لاني تأخرت في البور هذا، بس للحين وضعنا المفروض يكون جيد على امل، مش مفروض، ما في شيء مفروض، بس على امل. يبالنا وينتر بوين ثاني، لازم وينتر بوين ثاني، مو مشكلة عادي، خلي العاصفة تمر الحين. اهم شيء الاكسجين ما نزل، بس خلاص دام الاكسجين ما نزل امورنا طيبة. ترى شوف الحين وركرز بيشتغلون. ها ترى العاصفة تروح، ها بعدين روح، صح؟ زين هذا شو وركرز 5، عندنا 5 3 انجينير، نبغى 2 انجينير غير، عقب بوقف بجيب شوي وركرز، بعدين بوقف كامل كل شيء. خلاص خلينا نشوف عندنا فوق شو الاوضاع. تمام الاوضاع 100 100 شكلها، حتى انتاج المعادن في النار، بس بنحتاج وركرز، وعقب بنكبر المستعمرة شوي، بنسوي فيها انتاجات كافية حق الناس اللي بتينا وغيره، وبعدين بنتفاهم مع الوضع. لأن الحين ناقصنا شوي مواد نحن، يعني أنا عاطي الأولوية حق الكهرباء، بس ما في هو اللي هو، لأنه ما في هو شوية تلعوز، بعدين عاصفة توا كانت موجودة فتلعوزنا، يعني العاصفة تسوي لنا شوي مشاكل. هو بنى باور ستورج، باور ستورج من غير انتاج ترى ما منه فايدة. ان شاء الله هذا يكفينا خلال الليلة هاي، نوعا ما اتمنى يعني، لان وايد قاعد اصرف كهرباء انا اصلا. لحظة خلنا نشوف انه يانا وركر وانجينير. انجينيرز انا اقول حاليا بعد بناخذ انجينير واحد غير، مو مشكلة. بس هلا بنيتم هذا سولر؟ والله يعني ما ينفع بالطريقة هاي، ترى بنعاني يعني وياكم اذا ما بتبنون اللي نحن نحتاجه في فترة كافية. خلنا بني مصدر كهرباء زيادة، ابى اعبي البطاريات هاي. الحين عندي مشكلة البطاريات ما قاعد تعبي. اوكي تريدر شيب، كنت ادور محتاجين تريدر شيب نحن الحين. انزين شو عندنا؟ كونستراكتر بود، دريلر بود، كم سعره؟ 220. شوفوا 220 وايد، اظني اتصور انه راح يكون عندي فلوس كفاية حقه. هذا وايد بيخدمني، هذا بيخدمني خدمة الحينة لا تتخيلونها. بعد واحد ونشل الدرهم مالنا، لا تشيل فلوس زيادة، هرب شيل فلوس. ابو كل ابو الصوت هذا يلوع تبدينا ترى. روح بسرعة بسرعة بسرعة، خلص خلص، امشي الاكسجين ما ينزل يموتون. الماي شو اخباره؟ ماي تمام. انزين هذا من شو يبي يرقد؟ روح ارقد فكني، لا تقعد تسوي لي حشرة. منو اللي يشيل السمان؟ بس وركرز ولا في حد وياهم يشيل السمان؟ تشوفوا انجينير والله قاعد يشيل سامان بعد، كل حد يشيل سامان ينقله حق التريد شيب. حلو يتعاونون، يعني يتعاونون على كل شيء، مش غلط ابدا. ابنوا لي هذا يا جماعة الخير، والله يعني والله عيب، والله عيب والله. يعني عندكم حديد، عندكم هذا، عندكم انتاج، من يجيني انجينير واحد غير بطلب ثلاثة اربعة وركرز، وبعدين ما ابغى شيء خلاص، بعدين ما ابغى الا كم من وركر زيادة، بعدين
بوقف انتاج، لان بطلب بس تريدر شيب، ابى اطلب روبوتات وهالسوالف، وبتشوف اذا احتاج اي شيء ثاني، بس بطلبه بالاسم، ما بطلبه بتهور نفس اخر مره، وهات هات هات وصلت شيء ب30 وبعدين كل حد مات. انزين، انا عندي مشكلتين، الباور والميدك ميدك سبلايز قام ينزل، هاي مشكلتين اساسيات عندي انا قاعد اواجههم الحين. كم كولونست عندي؟ 16. 4 غير بيكون وايد، اكثر من 20 نفر بيكون وضع صعب، جدا صعب. زين، دريلر بوت يوم بينزل شوفوا بيروح وين؟ دايركت هني، بيوفر لي وركر، كان استوى عندي وركر زياده. ها شوفوا الحين بينتج، استوى بيستوي عندي 2 وركرز هني مفروض تقريبا. اوكي، على الاقل يعني في وقت فيه هو، يعني في وقت على الاقل، يعني في وقت فيه هو على الاقل شوي بيخدمني بيخ. ولا هذا مش مبانينها ولا ما بانينها يعني. اتمنى انه شغال يعني، ما اعرف هل هذا ما بيمدهم بالطاقه لانه مش مشبوك، يعني مبناي على الفاضي، مبناي على الفاضي. اوكي الحين دخل في الشبكه، هذا بيخفف لي شوي سرعة. اوكي لحظة، خلنا نخف سرعة اللعبة، شوف منو ينزل من السفينة. نزل لي هذا انجينير، صح هي انجينير، بس خلاص انا انجينير ما ابا انجينيرز، وقفت. تعرفون شو حط؟ 100% وركرز، ابا 3 وركرز غير، عندي 17، ابا 3 وركرز غير، وراح يوقف استيراد الناس. خلاص نبا تريتش، نبا دريلر، نبا كارير بوت، نبا هالسوالف، نبا الحينة فاكتوري، نبا نصنع قطع غيار. فاكتوري بعقه ورا هايل، ما بعقه هني، لا بعقه ورا هايل، شكله مكان رومانسي. بش بكى في هذا على اساس ان هذا حرام اخسر موارد في هذا، هذا عق واحد ما يستاهل، حرام. زين صبر، هذا كله نس شب، كم وركر بيجيب لنا؟ ها تريدر ولا كونس تريدر هذا؟ اوكي شوفوا، كونستراكتر بوت، كارير بوت، ابا كونستراكتر بوت اذا توفر لي الفلوس، اذا ما توفر انا هاي الزيادة عندي بلاستيك، مش زيادة لكن ممكن اضحي فيهم شوي. اوكي صعب شوي اني اضحي فيهم مقابل كارير بوت، يبالي على فترة اجمع صراحة، يبالي على فترة اجمع. في شيء ثاني ما اقدر اعطيه؟ لا حاليا لا، ما اقدر اعطيهم شيء ثاني حاليا، ما اعطيهم شيء ثاني، بعدين اذا استوى عندي كارير بوت. ايوه زين، الحين ابني الجسور، ايوه خلهم يعبون البطارية العودة، ان شاء الله عاد يرمون يعبونها، بس اتصور يقدرون يعبونها، يقدرون. استهلاك مالي كم في الجريد الحين؟ 98 عندنا برودكشن. اوكي ممتاز، دام في رياح شوي الحين شوي برتاح في الطاقة، بس ابى اسوي الموارد الاساسية اوزعها عدل، لان خلينا نشوف الانتاج عندي. بلاستيك انتاج الشبه يكفي، الكارير بوت شغال، السبير بارتس والميدك بارتس كم ينقصون علي، فالحين عندي لاب وفاكتوري لازم ينبنون خلاص، وان استوى عندي بطاريات تكفيني الليل، بنحط فاكتوري وهذا. كم الاستهلاك؟ 48، هذا بيستهلك واحد كهرباء، واحد كهرباء مفروض يكفينا في الليل بالراحة يعني، مفروض ان شاء الله يكفينا في الليل بالراحة ان شاء الله. زين الحين محتاج مخارج ثانية، على الاغلب بحتاج مخرج ثاني قريب، عندي 5 بيولوجيست مفروض يكفون، 5 بيولوجيست مفروض يكفون. خلنا نشوف. اوكي شغالين مال الحديد، عندي موارد شغاله، شوفوا استوى عندي وركرز كم، شو قلت لكم؟ متوفر عندنا وركرز،
بنرتاح شوي. خلنا نشوف شوي انا كم واحد بينزل. وركر واحد اوكي. بعد عندنا مجال ان نحط لنا صغير. اوتش. ذبح لي 6 انفار. خرب بيت الطواري عندي. ابو بيرج سريع سريع، مو بتريدر. اي شو اسوي الحين؟ هل الاكل هذا بيكفيني؟ ما اعرف. سويت عندي ازمه عالميه ترى الحين، كل البيولوجيست اللي عندي ماتوا كلهم. كان عندي 5 بيولوجيست ماتوا سبت القصف الاخير. سيدي يعني نيزك ضرب ال... لا 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 من البدايه نيزك ظالم من البدايه. ما بيقول شيء لكن والله نيزك ظالم هذا الصراحه. والله ان نيزك ظالم صراحه ظالم. يعني ما ضرب الا مصدر الاكل مالي كامل، والحين ما عندي ولا بيولوجيست يسوي لي اي شيء. ما عندي يعني الاكل هذا ما كفاني خلاص. انا رحت ملح. عندي ستارش وايد والله. الله يسامحه يعني الضرب دايركت موارد الاكل. اللعبه هاي تكرهني. تعال شو بينزلنا؟ اكيد بيرجست 2. سيروا دخيلكم دخيلكم، نباكم ارجنت انتو مطلوبين للعداله. يلا 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 بسرعه بسرعه، بيموت الزرع كله. ذبح لي 6 والله عدم لي البيولوجيست. وين صار؟ باك انفورميشن. شو نقصنا بعد؟ عندنا ميديك واحد، عندنا 2 بيولوجيست، عندنا 7 وركرز. اوكي مانوفاكتشرنج. اوكي مانوفاكتشرنج ليمتس وات ايفر. اوكي مو مشكله، اعرف شغله المانوفاكتشرنج ما عندي مشكلة وياها الحين. بس الحين ابى بس واحد يسوي لي سبير بارتس، بس يعني يبدا يشتغلون على سبير بارتس. اللاب يباله ميدك. خلنا بعد ما يجينا بيولوجيست، لان هاي الاثنين ما بيلحقون يسوون صيانة حقهم كلهم اظني. اوكي حلو، بيكون عندنا الحين شوي يمكن نبدأ نبني. بس الاكل شوفوا الاستك الزياده اللي سويناه والله خدمنا ترى الحين. هذا كم كباسيتي ماله؟ اوكي ده ممتاز. الاستك اللي سويناه خدمنا خدمه مش طبيعيه ترى. في تريدر شيب هنا، محتاجين ترى تريدر شيب اذا بتي زين. اوكي كم بيرجست بيبدي هذا؟ 2. وايد اوكي، وايد وايد اوكي. بينقذونا شوي هاي. وايد اوكي وايد وايد اوكي. ابدا يعني يكون وايد اوكي. بس شوي نازمة في حياتنا كسروا لنا الدنيا والله. والله تعال يا اخي سووا له صيانة، والله حرام بيموتون الزرع هذا. والله بيموت الزرع. انزين تريدر شيب، تريدر شيب شو عندك حبيبي؟ شو عندك؟ كونستراكتر بوت، كارير بوت، سبير بارت. ما با هذا، ما با. عندي اكل زيادة ما عندي، بس عندي ستار زيادة. خلها افضل الستوك مالي. البلاستيك هذا بيكفيني، 6 بلاستيك يكفيني. 40 40 ب40 فاليو 26 دولار. بخليه حق بعدين. والله البتري هذا زين 400 بس غالي. عندي اكل، عندي كل شيء، فمو مشكله يعني الحين. لان لين هاي اللي يردون للانتاج شويه يبالهم وقت، مع اني محتاج بطات، محتاج كذا، محتاج وايد شغلات. بس الحين بما اني انتج سبير بارتس، واحتمال اني احطي ميدك 10%، ابغى ميدك ثاني يبدا ينتج لي ادويه. عندي ميدك يعالجهم، وابى ميدك ينتج لي ادويه. طبعا يبي يرقد واحد فيهم، يمكن يمسكون شفتات مكان بعض.
فبيكون وايد زين. المهم يا حبيبي بسك تقصف كل المناطق الحيوية مالي يا. شكرا شكرا، زين انك تلاحظت على الوضع يعني. خلنا نبطل اللعبة نشوف شي. انا بيولوجيست انا، اوكي يعني بعد انا بعرف. المهم هاي كانت حلقتنا لليوم مع البداية الجديدة، نشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله، مع بداية افضل من اللي قبلها، مع القصف اللي قاعد يصير علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.